تخيل نفسك تعيش في أفريقيا في دولة تنزانيا على وجه التحديد. أنت بالطبع ورثت مهنة الزراعة عن أجدادك ووالديك، ولك أن تتخيل أنك تستيقظ في الليل على صوت مرعب خارج منزلك، ثم تتفاجأ بأن مصدر الصوت هو فيل ضخم يحاول أن يعثر على غذائه خارج شرفة منزلك. قد تعتقد أن هذا الوضع خيالي تماماً، لكن من المؤسف أنه يحدث بالفعل على أراضي تنزانيا وغيرها من الدول، حيث تزداد أعداد الفيلة التي تضطر إلى تجاوز حدود موطنها الأصلي وتلجأ إلى الأماكن التي يسكنها البشر من أجل العثور على غذائها. في الماضي كان الناس يدافعون عن أراضيهم ومحاصيلهم بشتى الطرق حتى لو اضطروا إلى جرح الفيل أو قتله، وقد أصبح هذا الوضع خطيراً مع تناقص أعداد الفيلة الموجودة في أفريقيا، وذلك بسبب قضائها على تجارة العاج، ومع زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتقليل مساحة الأراضي الخضراء، وهو ما تسبب في تدمير حوالي 70% من المحاصيل الزراعية للفلاحين لعدم تمكن الفيلة من إيجاد العشب الكافي للغذاء. ابتكر الفلاحون عدة أساليب لإبقاء الفيلة بعيدة عن المحاصيل الزراعية، منها الحاجز الكهربائي الذي أثبت عدم فعاليته في الحفاظ على المحاصيل بعيدة عن متناول الفيلة، وذلك نظراً لارتفاع تكلفة هذا الحاجز. هناك أيضاً عادة قديمة لطالما استخدمها الفلاحون، وهي زراعة شجر الفلفل الحار كحاجز طبيعي على أطراف الأراضي الزراعية، ولكن مع زيادة مساحات الأراضي الزراعية التي تحتاج إلى الحفاظ على محاصيلها يتطلب الأمر الكثير من زراعة أشجار الفلفل الحار، وهو الأمر الذي لا تثبت فعاليته أيضاً بمرور الزمن. وهناك تقنية أخرى استخدمها الفلاحون، وهي قنابل الصوت التي تساعد على إخافة الفيلة وهروبها بعيداً عن الأرض الزراعية. ولذلك تقدم داميان بيل المدير التنفيذي لمؤسسة هاني جايد باقتراح لدمج هاتين الوسيلتين معاً، فجاءت فكرة داميان باختراع ما يشبه بخاخ الفلفل الحار المصنوع من الواقيات الذكرية، حيث تقوم فكرته على طحن الفلفل الحار إلى أن يصبح بودرة جافة، ثم يقوم بإضافة رمل وصخور صغيرة إلى المسحوق، ثم يضيف الواقي الذكري إلى الخليط مع بعض المفرقعات. في النهاية سيكون لديكم قنبلة يدوية صغيرة يمكنها أن تكون فعالة جدا في مواجهة هذه الفيلة، ونظرا لرخص ثمنها وسهولة صنعها وصغرها، وبذلك تمكن الكثير من الفلاحين من الحصول عليها بسهولة وبأسعار مادية بسيطة. وقد أثبتت هذه القنابل فعاليتها نظراً لسهولة استخدامها وسلامتها على الفلاحين والفيلة على حد سواء، ويمكن بسهولة إشعال الفتيل ورمي القنبلة، وسوف تعمل على خلق سحابة من مسحوق الفلفل الحار الذي أثبت أن الفيلة تتحسس منه بشكل كبير. بعدها سيقوم الفيل بالابتعاد عن المكان دون أن يصاب بأذى. وكذلك تقوم مؤسسة هاني جايد على تدريب الفلاحين على التعامل الجيد مع الفيلة، كما ساهمت المؤسسة في تطبيق بعض الوسائل الأخرى للحفاظ على المحاصيل بعيدة عن متناول الفيلة، وذلك لتجنب المواجهة المباشرة بين الفيلة والفلاحين والتي قد تتحول إلى مواجهة عنيفة. فالهدف الأساسي هو ابتعاد الفيلة دون أن تصاب بأذى.